مجموعة من شباب الثوار يقدمون شكرهم الخاص لتلفزيون الآن على مواكبتها للأحداث في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بنالوت، كما يوجهون شكرهم للواء عبد الفتاح يونس ويحثونه على مواصلته جهوده من الشرق، وهم سيواصلون من الغرب حتى يتم اللقاء في طرابلس. أحب أن أتوجه بكامل الشكر والتقدير إلى كل القنوات الفضائية التي واكبت أحداث ليبيا، وخاصة وأخص بالذكر قناة الآن التي حقيقة يعني واكبت الأحداث، وخاصة في مدينة نالوت منذ بداية هذه الأحداث، فأشكرهم شكر الجزيل. وأحب كذلك أن أشكر يعني الشقيقة تونس من على هذا المنبر، منبر الآن، أتوجه بكامل الشكر والتقدير لإخواننا التونسيين، في حيث أنهم يعني قاسمونا في المأكل والمشرب وفي المسكن، فجزاهم الله كل خير. رسالة بنوجهها اللي هو ركن عبد الفتاح يونس، بنقول له فيها أنك أنت أول ما بدأت بتحرير مناطق الشرق، حررت المنفذ مساعد والمنفذ الشرقي لليبيا. احنا الحمد لله في يوم تاريخ 21 أبريل يوم الخميس حررنا منفذ دهيبة اللي علينا درناه يعني عن في المنطقة الغربية. فانت وصل يعني وصل مجهوداتك للدفاع من الشرق، باذن الله احنا نوصلوا من الغرب، والملقى نتاعنا باذن الله في منطقه طرابلس كان سخر ربي باذن الله غادي في باب العزيزيه. هنا ثوار 17 فبراير جبل نافوسه حررنا الملفت، والقذافي اللي قال زنقه زنقه وشارع شارع، احنا ان شاء الله نقطوه طرف طرف ان شاء الله، بعون الله نقصوه طرف طرف، هو وصغاره وعيلته وكلهم مع بعض.